نذر اللجاج والغضب، وذلك أن تدعوه نفسه إلى أن ينذر، إما لحث نفسه وإما لمنعها، وإما لتصديق كلامه وإما لتكذيب كلام غيره، كما لو قال: إن لم يكن ما أخبر به صحيحا فنذر علي أن أصوم شهرا كاملا، أو قال من باب حث النفس، قال: إن لم أدع هذه المعصية فلا أصومن شهرا كاملا، ثم وقع في هذه المعصية، فإن هذا هو نذر اللجاج والغضب. ولا يلزم أن يكون فيه خصام أو غضب أو لجاج، إنما الذي يلزم أن يكون فيه ترغيب أو منع أو تصديق أو تكذيب. فإذا حصل هذا النذر فإنه مخير بين أمرين: إما أن يفعل هذا المنذور، وإما أن يكفر كفارة يمين. ويستدل له بحديث: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين.